بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف نون حاء حامي، يسأل 5 أسئلة. أول سؤال يقول فيه: هناك شخص في أول عمره كان قليل الصلاة والصيام، والآن هو معتدل ونادم على ما فات، مع العلم أنه لا يعلم عدد السنين التي لم يصمها، ما الحكم وبماذا تنصحونه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الصلاة والصيام ركنان من أركان الإسلام، الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، ويجب على المسلم أداء أركان الإسلام 5 والقيام بغيرها من الواجبات وتجنب المحرمات والمعاصي والسيئات والإكثار من الطاعات النوافل بعد الفرائض. هذا هو المطلوب من المسلم، وهو ذخره الذي يجده عند الله سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن حصل منه تفريط في صلاته أو في صيامه فإنه يجب عليه التوبة، لأن ترك الصلاة متعمدا ردة عن الإسلام، وترك الصيام كذلك هو نقص في دين المسلم، نقص في إسلامه. فعلى هذا السائل التوبة إلى الله جل وعلا، توبة الصحيحة والمحافظة على أمور دينه، ولا سيما هذه الأركان، وعليه قضاء الصيام الذي تركه. إن كان في تلك الفترة التي ترك فيها الصيام يصلي، فإنه يقضي الصيام ويطعم عن كل يوم مسكينا. وإذا كان لا يعرف قدر الأيام التي أفطرها، فإنه يقدرها ويجتهد في تقديرها ويحتاط. وأما إن كان لا يصلي في الفترة التي ترك فيها الصيام، فإنه يكون غير مسلم في تلك الفترة، فيجب عليه التوبة إلى الله والدخول في الإسلام من جديد، والتزام الصيام والصلاة وأركان الإسلام في مستقبل حياته، والتوبة تجب ما قبلها، لأنه حتى لو صام في تلك الفترة وهو لا يصلي فإن صيامه غير صحيح، لأن الصيام وسائر الطاعات لا تصح إلا مع الالتزام بالشهادتين والصلاة حتى يكون المرء مسلما تصح منه العبادات. أما إن كان عنده خلل في عقيدته لارتكاب الشرك الأكبر، أو كان تاركا للصلاة، فإنه لا يعتبر مسلم إلا من حين يتوب إلى الله توبة صحيحة ويعلن إسلامه من جديد، فإن التوبة تجب ما قبلها، والله يتوب على من تاب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر فيقول: يوجد شخص يعمل على بند العمال وعليه ديون، وهو يستلم من الضمان الاجتماعي، فما الحكم بأخذ المال من الضمان الاجتماعي مع العلم أنه لم يخبرهم بذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان محتاجا وليس عنده كفاية مؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونتهم، فإنه مستحق للضمان الاجتماعي ومستحق للزكاة، لأن الضمان الاجتماعي إنما جعل لحاجة المحتاجين وسد عوز المعوزين، فولاة الأمور وفقهم الله إنما جعلوا هذا الباب للمحتاجين. فإذا كان محتاجا ودخله لا يكفيه لمؤونته ومؤونة من ينفق عليهم، فإن له الأخذ من الضمان الاجتماعي وله الأخذ من الزكاة، ولا يمنع ذلك أنه يشتغل على بند العمال، لأن هذا
هذه الوظيفة لا تكفيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم أخذ الزكاة من شخص عليه ديون وهو قادر على العمل ويعمل لكن راتبه لا يكفي لسداد الديون؟ ما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا حلت الديون عليه وهو لا يستطيع تسديدها وقد طالبه الغرماء بتسديدها فإنه لا بأس أن يأخذ من الزكاة ما يسدد به ديونه، لأنه محتاج إلى الإعانة، والزكاة إنما شرعها الله سبحانه وتعالى لثمانية أصناف، منهم الغارمون، والغارم ينقسم إلى قسمين: غارم لنفسه وغارم لغيره. وهذا من الغارم لنفسه الذي عليه ديون أحاطت به وليس عنده لها سداد وهو مطالب بها، هذا من الغارمين، غارم لنفسه، فيأخذ من الزكاة قدر ما يسدد به ديونه، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم ترك صلاة الشفع والوتر للمسافر وللمقيم؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الشفع والوتر سنة مؤكدة، الوتر سنة مؤكدة في حق المسافر وفي حق المقيم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع الوتر لا سفرا ولا حضرا، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالوتر ويقول: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. والشفع الذي قبله هو من تمام الوتر، نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا بالنسبة للمسافر والمقيم شيخ صالح؟ نعم، بالنسبة للمسافر والمقيم لا يترك الوتر، وسنة مؤكدة حضرا وسفرا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن امرأة حجت وقبل طواف الوداع جاءتها الدورة فلم تستطع أن تطوف طواف الوداع، حيث أن الذي معها لم ينتظروا حتى تنتهي تلك الدورة فقاموا ورجعوا إلى ديارهم ولم تطف، ما الحكم؟ هل يجب عليها الرجوع للطواف أم عليها دم أم أنه غفر لها وعفي عنها لظروفها؟ جزاكم الله خيرا، وهذا الأمر قبل ما يقرب من 8 سنوات. الحائض يسقط عنها طواف الوداع لقوله للحديث: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم أن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قد حاضت بعد الرجوع من منى وأنها قد طافت طواف الإفاضة، قال صلى الله عليه وسلم: فانفري إذن، فأسقط عنها طواف الوداع، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. جمع من المقيمين السودانيين وهم سليم سليمان ومحمد حمود من الرياض يسألون فيقول أحدهم: أنا عندي محل أذبح فيه الأغنام ويأتيني مندوب شركة الجلود ويدفع مبلغا مقدما وقدره 1000 ريال على أن يأتي كل يوم ويأخذ ما عندي من الجلود، هل أخذي للمبلغ مقدم جائز أم لا؟ لا بأس بذلك إذا كنت تنتج هذه الجلود، عادتك أنك تنتج الجلود وهو يدفع لك مبلغا مقدما على عدد معين من الجلود إذا حدد عدد الجلود. نعم. وصفة الجلود فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا أقمت الصلاة وكبرت تكبيرة الإحرام وتعوذت من الشيطان وعند التشهد الأول أو بعد التشهد الأول قمت للركعة الثالثة، هل أتعوذ مرة ثانية أم تكفي الأولى؟ تعوذ يكون في بعد الاستفتاح، تعوذ يكون بعد الاستفتاح وقبل البسملة من الركعة الأولى، هذا هو المتأكد. وإذا تعوذ في بقية الركعات قبل القراءة فلا بأس، وإن اقتصر على التعوذ الذي في الركعة الأولى كفى والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا سجدت وأردت القيام هل أقوم على اليدين أم أضع اليدين على الركبتين والضحود الكيفية الصحيحة؟ جزاكم الله خيرا. هذا يختلف باختلاف الناس، فالذي عنده قوة الأفضل أن يعتمد على ركبتيه في القيام وينهض على صدور قدميه، وأما من لا يستطيع ذلك لمرض أو لكبر أو لإصابة أصابته فلا بأس أن يعتمد على الأرض، أن يعتمد بيديه على الأرض للقيام، لأن هذا أسهل له. نعم. جزاكم الله خيرا. أنا رجل أقوم بذبح الأغنام ويأتي وقت الصلاة وأنا في ثوبي نقط من الدم، هل أصلي بهذا الثوب أم يجب غسله أولا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الدم من الذبح، يعني من الدم الذي يشخب من الذبيحة من أوداجها، فهذا نجس لأنه دم مسفوح وهو نجس يجب غسله، ولا تصلي بالثوب الذي فيه هذا النوع من الدم. وأما إذا كان هذا الدم مما تبقى في اللحم فإنه طاهر ومسموح به. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يعني معفون عن الحمد لله. الحمد لله. إذن هناك تحديد لنوعية الدم الذي يكون في الملابس. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من بلقرن وباعثها المستمع عوضة أحمد القرني، يسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: ما هي أدعية الاستيقاظ من النوم؟ وهل أواخر سورة آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض، هل هي تعد من الأذكار المقولة بعد الاستيقاظ من النوم؟ وضحوا لنا هذا، جزاكم الله خيرا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية لما استيقظ من الليل وقال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم مستحسن مستحب في هذا، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيقرأ هذه الآية مع تدبر معناها. والدعاء الذي يقال هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وأحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما هي كتب الفقه الإسلامي المختصرة التي يمكن أن يدرسها الإنسان ويذاكرها ويراجعها في بيته؟ ونريد أن تخبرونا بالكتب الموثوقة التي تحرى العلماء فيها الدقة والصواب، جزاكم الله خيرا. الكتب ولله الحمد، كتب الفقه المختصرة والمتوسطة والمطولة كثيرة، وعندنا ولله الحمد رصيد وثروة هائلة من الفقه الإسلامي المستنبط من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا اختلف باختلاف المذاهب الأربعة، كل مذهب له مختصراته. مذهب الحنفي فيه مختصرات، مذهب المالكي فيه مختصرات، مذهب الشافعي فيه مختصرات، مذهب الحنبلي فيه مختصرات، فأنت تختار من كل مذهب تختار مختصرا من مختصراته. وإذا اقتصرت على مذهب واحد ودرست مختصرا فيه ثم تدرجت فيه إلى متوسطاته ومطولاته، هذا شيء حسن، وهو الأليق بالإنسان أنه يعني يتعلم على مذهب واحد في أول الأمر، لأن هذا أسهل عليه. فإذا ما نمت فيه القوة العلمية والإدراك فإنه يطلع على بقية المذاهب ويعمل بما ترجح بالدليل من المذاهب الأربعة، ما قام عليه الدليل يعمل به ويفتي به. لكن هو كما ذكرنا يتعلم على مذهب واحد منها ليكون سلما يصعد به إلى مختلف العلوم، هذه هي الطريقة. ولكن المدار ليس هو على الكتاب فقط، لا بد من معلم بصير يتعلم عليه المبتدي بهذه المختصرات، لا بد من معلم فقيه يتعلم عليه أو يتعلم منه هذا المختصر، يشرحه له ويبسطه له وينمي فيه الملكة العلمية ويمسكه بالقواعد والأصول التي يسير عليها في تعلمه وفي تنمية معلوماته. فلا بد من المعلم، الكتاب وحده لا يكفي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تتفضلون بتسمية بعض الكتب كما طلب الشيخ صالح؟ مثلا في مذهب الحنبلي متن الدليل للشيخ مرعي، وأحسن منه وأوسع متن الزاد، زاد المستقنع، اختصار المقنع. وفي بقية المذاهب فيها مختصرات يتدرج فيها طالب العلم، في المختصر خليل عند المالكية، متن أبي شجاع عند الشافعية، متن القدوري عند الحنفية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يطلب أيضا هذا الطلب شيخ صالح فيقول: أرشدوني إلى كتاب في مادة العقيدة الإسلامية بحيث يوضح الآتي: معنى لا إله إلا الله وشروطها ومراتبها ونواقضها. ثم يتحدث ذلكم الكتاب عن الشرك وعن أنواعه وعن الكفر وأنواعه وعن النفاق وأنواعه، جزاكم الله خيرا. هناك كتاب حافل في هذه المواضيع التي ذكرها السائل، وهو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشرحه فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، ففيه هذه المواضيع التي سأل عنها السائل، وهي بيان معنى لا إله إلا الله ومقتضاها ومدلولها، شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها ومدلولها، وفيه بيان الشرك وأنواعه، وفيه أبواب عن أنواع من الشرك الأكبر والأصغر والنفاق والتحذير منه. فهذا الكتاب ولله الحمد حافل بهذه المواضيع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من الأفلاج رمزت إلى اسمها بالحروف واو عين تقول: ما حكم الأب
الأضحية، وإذا كنت مدرسة وأتسلم راتب هل تجب علي من صميم مالي؟ جزاكم الله خيرا. الأضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة على الصحيح، وهي شعيرة عظيمة يتأكد في حق المسلم الموسر أن يضحي، لأنها شعيرة عظيمة وهي من سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفعلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحث عليها، فالذي عنده قدرة تأكد في حقه أن يذبح الأضحية عنه وعن أهل بيته، ويضحي عمن أراد من المسلمين من أقاربه الأحياء والأموات وعمن أراد من المسلمين، لكن الأهم أنه يبدأ بنفسه وبأهل بيته ويضحي عن أمواته من أقاربه ومن غيرهم. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم صب الشعر الأسود الذي ليس به شيء بلون غير الأسود للزينة فقط؟ الزينة في بقائه على لونه الأصلي ما دام أنه أسود وليس فيه تشويه، فالزينة والجمال في بقائه على خلقته، هذا هو المطلوب. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول بعض الطالبات التي أدرسهن يضعن ملصقات الورود على دفاتري، هل أخذها من الرشوة؟ إذا كنت مدرسة فلا تقبلي من الطالبات أي شيء يقصد، أي شيء يقصد للانتفاع أو للتمول، أن هذا يدخل في باب الرشوة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الدمام المستمع علي العلوان يسأل ويقول: ما حكم من صلى بالناس الصلاة الجهرية ولم يجهر بالقراءة، أي أنه صلى بهم سرا ثم إنه عند الرفع من الركوع لم يقل سمع الله لمن حمده، بل إنه قال الله أكبر واستمر في الصلاة وفعل ذلك في جميع الركعات، ماذا يلزم المأمومين وماذا على الإمام والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. أما تركه للجهر بالقراءة فهو ترك لسنة لا يضر ولا يؤثر في الصلاة والحمد لله، لأن الجهر في صلاة الليل سنة والإسرار جائز، وإن كان الأفضل والأولى أن يجهر ويسمع المأمومين القرآن. وأما بالنسبة لتركه سمع الله لمن حمده فإن هذا ترك لواجب، إذا كان متعمدا لم تصح صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا فإنه يجبره سجود السهو، يعني يسجد سجدتين للسهو قبل السلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا يلزم من كفر كفرا مخرجا من الملة، كفر جحود أو كفر عمل نعوذ بالله ثم تاب، هل يلزمه الغسل والنطق بالشهادتين؟ ثم ماذا يلزمه أيضا؟ جزاكم الله خيرا. النطق بالشهادتين المرتد أو الكافر الأصلي أمر واجب لا بد منه، لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل، فلا بد من النطق بالشهادتين للدخول في الإسلام للمرتد وللكافر الأصلي، ولا يدخل في الإسلام بدونهما. وأما الاغتسال فإنه مستحب عند بعض العلماء، مستحب عند بعض أهل العلم، فإذا اغتسل فحسن، لأنه يزيل عنه الأوساخ والأدران وينظفه ويهيئه للدخول في الإسلام والعبادات، يزيل عنه آثار الكفر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.